عبد الوهاب شاب من ولاية شلف، تمكن من إنتاج 100 شتلة من مادة البن وزراعتها لأول مرة بضواحي بلدية بوزغايا بالتنسيق مع أحد فلاحي المنطقة، والتي أعطت نتائج مقبولة خاصة في ظل تأقلم الشجيرات مع الظروف المناخية، رغم أنها تنمو عادة في المناطق الاستوائية عبر العالم. في البداية قمنا بتجربة بعض الأشجار الاستوائية وين نجحت، أعطت النجاح، ومن بعد قلنا علاش ما نجربوش زراعة البن اللي هي زراعة استراتيجية. بدينا باقتناء بعض البذور عربيكا وقمنا بعملية التشتيل وبدأت تتطور، والحمد لله وصلت إلى مراحل يعني متقدمة، وهذه المراحل يعني شجعتنا باش نزيدوا نديروا ونسعوا هذا المشروع، وين جبناه لبلدية بوزغايا حوالي 100 شتلة. ومن المتوقع أن يتم جني أول محصول لمادة البن من نوع أرابيكا شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم بعدها تحليل ومعاينة أول عينة واكتشاف مدى جودتها ومطابقتها للمقاييس الدولية، وهذا بغية تطوير هذه الشعبة من خلال توسعة المشروع وغرس مساحات أخرى. تقدم المشروع وصل بنسبة 70%، وين بدأوا ثمار يظهروا ويبانوا، وربما يعني في شهر نوفمبر نحن نشوف أول الثمرات يعني محلية 100% وجزائرية 100%. هذا الأمر يعني اللي شجعنا باش نطلبوا من بعض الفلاحين توسيع هذا المحصول الاستراتيجي. سيد هذا عبد الوهاب رجعنا عندي، عرض عليا قال لي ندير التجربة اللي تلقى وانا عندك. قلت له يا أخي مرحبا، لا بغى ندير قطار ولا نص قطار، ولا احنا انتجنا نزيدوا، ولا بغى الانتاج نزيد نقوه مشغل القهوة، أي حاجة تنتج نديروها هنا عندنا. تجربة عبد الوهاب في زراعة البن إلى جانب زراعة عدد من الفواكه الاستوائية أصبحت تستهوي الفلاحين في المنطقة نظرا لقيمتهم الغذائية وتزايد الطلب عليهم، وكذلك ارتفاع أسعارهم في الأسواق المحلية والدولية.